عايز ابدا من موضوع المانيا وفكره تكرار استهداف يعني الموضوع ده يعني يشكل خطوره بالنسبه للاربيين، فكره يبقى في استهداف متكرر لمجموعات مسيحيه ويتم رصدهم. الحقيقه يعني احنا في محنه كبيره، وحاله الاستهداف مع الإخوة الأقباط والإخوة المسيحيين أصبحت مسألة يعني لا يجب السكوت عليها. حوادث متكررة، وواضح أنه الخطط الأمنية يعني مراجعات للاستراتيجيات الأمنية واضح أنها برضو مش جايبة نتائج إيجابية إلى الآن. وأنا الحقيقة يعني طبعا كلنا واحنا في هذه الحالة، حالة الحزن وحالة الـ يعني الـ هقول ايه يعني الله يكون في عون الاهالي، ربنا يصبرهم لانه حاجة صعبة يعني. انما تاني نرجع ونقول لازم نعرف ايه اسباب الـ الـ الحالة اللي احنا وصلنا لها دي وتكرار الحوادث ده. يعني انا طبعا مع كلام الرئيس السيسي في انه قال انه احنا هنسأر وهنرد الصعصعين لكل من يحاول يعني انه هو يقتل المصريين او انه يعمل فتنة، وهنضرب الارهابيين في قواعدهم اينما كانوا في ليبيا او في غير ليبيا. انا معاه في هذا، لكن انا بقول اذا انا عندي معلومات على هؤلاء الإرهابيين أنا كنت منتظر إيه يعني؟ يعني المبدأ واحد، إذا أنا النهاردة عندي معلومات مش هستنى لما يجوا يعملوا عمليات عندي. وأنا سبق وقلت الكلام ده من سنة في بيان موجه للرئيس إنه إذا عندي ثبت عندي بالدليل والمعلومات إنه هناك خلايا تعسكر تتدرب في أي مكان، أنا حقي إن أنا أدافع عن نفسي وأحمي شعبي، لازم أتعامل معها أينما كانت خارج الحدود أو غيره. وده حق بيدهوني ميثاق الأمم المتحدة في التعهدات الدولية أنه في حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو حماية الدولة من حقك. فأنا بقول ما ننتظرش بقى، مش هستنى لما يعملوا حوادث وبعدين أروح أنا، لا. يبقى ده مبدأ واحد. الاثنين لابد أن احنا نعرف هو اللي بيحصل ده اللي زاد عن الحد مش طبيعي يعني أسبابه إيه؟ الموضوع الحقيقة لابد إن احنا نشوف الأسباب عشان نعرف نعالج. هل الأسباب تتعلق بأوضاع داخلية محتاجة نوع من الإنصاف، محتاجة نوع من المعالجات السليمة، لأنه في مظلومية؟ هناك ناس كثيرة يعني تعتقد أن هناك مظلومية تحدث لكثير من المصريين، شباب ورجال ونساء، ودي مسألة غاية في الخطورة، لأن نتيجتها أنها بتنتهي بينا إلى أنه بنلاقي عندنا مواطنين فقدوا الأمل وأصبح ما عندهمش يعني رغبة في الحياة، وممكن يأتوا أي أفعال ويعملوا أي شيء في سبيل أنهم يشعروا انهم بيدافعوا عن حقوقهم او انهم اتظلموا او ايا كان.